راديو سوريالي. على فكرة هذا مش راديو. خمس سنوات مرت على انطلاق الثورات العربية، هذا الحدث المؤسس بالتاريخ العربي المعاصر، واللي لليوم ما استقر على نتائج نهائية أو معالم واضحة بمعظم البلاد اللي وصلتها موجة الربيع العربي. خمس سنوات كانت مليئة بالأمل والألم والأحلام والدماء والدمار والتغيير والتفاؤل والموت. هاي التغطية اللي بنسترجع فيها مسار الثورات العربية في مغرب العالم العربي ومشرقه. حنتذكر سوا أبرز الأحداث اللي شهدتها بلدان الربيع العربي من نقطة الانطلاق بتونس إلى اليمن اللي كان فيها مسار التغيير هو الأصعب، مرورا بمصر والبحرين وليبيا اللي عرف التغيير فيهن انتكاسات كبيرة ومؤلمة. في 17 ديسمبر كانون الأول من العام 2010 قام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإشعال النار بنفسه. البوعزيزي اللي كان عم يحتج على إهانته ومصادرة مصدر رزقه اللي كان عبارة عن عربة خضار، تحول لشرارة سلسلة طويلة من الأحداث السياسية اللي غيرت وجه المنطقة للأبد. تضامنا مع البوعزيزي خرجت مظاهرات احتجاجية في مدينته سيدي بوزيد بداية، سرعان ما امتدت لمدن تونسية أخرى، وسقط أول قتيل برصاص الأمن التونسي بمدينة منزل بوزيان وكان اسمه محمد العماري بتاريخ 24 كانون الأول. بس المظاهرات طبعا ما توقفت، على العكس تماما، توسعت أكثر وأكثر وانتشرت بمعظم المدن التونسية. بتاريخ 5 يناير كانون الثاني من عام 2011 توفي محمد البوعزيزي الشاب اللي أوقد نار الاحتجاجات الشعبية متأثرا بجراحه، طبعا بعد 18 يوم من محاولته الانتحار أمام مقر ولاية سيدي بوزيد. بعد أيام قليلة فقط تدت المظاهرات للعاصمة التونسية وازداد عنف السلطات في محاولة قمعها. بعد خطابين للرئيس زين العابدين بلعلي كان خطابه الأشهر قبل يوم واحد فقط من هروبه. وأنا فهمتكم يعني عم أنا فهمتكم فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم؟ إذن بعد يوم واحد بس من هذا الخطاب هرب زين العابدين بن علي معه عدد من أفراد أسرته للمملكة العربية السعودية، لتبدأ بعدها البلاد مرحلة انتقالية عرفت انتخابات برلمانية ورئاسية رغم كل الصعوبات. بن علي هرب، بن علي هرب من الشعب التونسي، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب. عم تسمعوا تغطية خاصة بعنوان خمس سنوات على الثورات العربية على هوا راديو سوريالي. الشعب التونسي حر، الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم. من تونس انتقلت المظاهرات للبلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، صاحب التأثير الكبير ثقافيا وسياسيا وإعلاميا، طبعا عم نحكي عن مصر. منظمي التظاهرات الأولى اختاروا تاريخ 25 يناير وهو يصادف عيد الشرطة ليكون موعد انطلاق التظاهرات تحت شعار يوم الغضب. تحول ميدان التحرير بمصر إلى رمز للاحتجاج والاعتصام، اعتصام شارك فيه مئات الآلاف من المصريين. وقبل نهاية الأسبوع كان الرئيس المصري حسني مبارك بيوجه خطابه الأول بعد اندلاع الاحتجاجات وأعلن فيه إقالة الحكومة
تعيين أحمد شفيق كرئيس جديد للوزراء. لكن المظاهرات ما توقفت، ومبارك بنفس الوقت رفض التنحي. وبتاريخ 2 شباط من عام 2011 صدم العالم بمشاهد ما عرف بموقعة الجمل، واللي هاجم خلالها بلطجية وأنصار مبارك ميدان التحرير من على ظهور الخيل والجمال، وهن المسلحين بالسيوف والعصي والسكاكين. تواصلت الاشتباكات بمحيط ميدان التحرير بين المتظاهرين من جهة وأنصار مبارك والبلطجية وعناصر من الأمن من جهة ثانية. لكن الأحداث بدأت تتسارع، وبدأ النظام المصري بتقديم التنازلات. فبخمسة شباط استقال جمال مبارك النجل الأكبر لحسني مبارك وصفوت الشريف اللي هو كان وزير الإعلام من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم. وبستة شباط التقى نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان مجموعة من شباب الثورة بالوقت اللي أفرجت فيه السلطات عن الناشط وائل غنيم. لكن بظل تعنت الرئيس المصري ورفضه لتقديم استقالته والتنحي. وبصرف النظر عن الظرف الراهن، أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. يومين فقط بعد هذا الخطاب، وبجمعة الزحف في تاريخ 11 شباط، تجمع أكثر من مليون مصري بميدان التحرير وبمدن أخرى، ليخرج بمساء نفس اليوم نائب الرئيس عمر سليمان بخطابه الشهير لأعلن فيه الخبر اللي انتظره ملايين المصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. كان مسار التحول بمصر بعد تنحي مبارك معقد وشائك. بدأ بتحالف بين المجلس العسكري وحركة الإخوان المسلمين على حساب شباب الثورة، ومن ثم عرفت البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية أدت لفوز حركة الإخوان المسلمين بالأغلبية البرلمانية ووصول الرئيس الإخواني محمد مرسي لمنصب الرئاسة. لكن التحول الديمقراطي بمصر تعرض لنكسة قاسية جدا. فبتاريخ 30 حزيران 2013 تظاهر ملايين المصريين احتجاجا على رئاسة مرسي، لكن هي التظاهرات انتهت بانقلاب عسكري قاد الجيش المصري على الرئيس المنتخب. ومن ثم رجعت عقارب الساعة للوراء فعلا، ورويدا رويدا عادت مظاهر الدولة البوليسية لتسيطر على الساحة المصرية وعلى المجال العام بالبلد. وتم اعتقال العديد من الناشطين السياسيين والإعلاميين، فيما غادر آلاف آخرين مصر خوفا من مصير مماثل. لما تكون شغل بزمة خايف على مصلحة الأمة، شغلك يطلع من غير لازمة علشان ما بيعلش غير واطي، تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما شقك يصبح مش ليك، فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي، تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الجهلة هيبقوا امامك او فوقك ماسكين في زمامك، ويسوقك عالهلك امامك، تشرب من السم السقراطي، تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك، هتأحبطك على احباطي، تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. وزن مصر وثقلها وتأثيرها بالعالم العربي كان بيعني انه الثورات العربية بطريقها للانتشار لبلدان اخرى. وفعلا بعد ايام فقط على تنحي حسني مبارك، كانت الثورات العربية عم تمتد لثلاثة دول عربية: البحرين واليمن وليبيا. يوم تنحي مبارك كانت صنعاء وبعض مدن الجنوب اليمني عم تشهد احتفالات شعبية بهذه المناسبة. تضمنت بعد هاي الاحتفالات مطالبات برحيل علي عبد الله صالح. بعد خمسة أيام فقط سقط أول قتلى الثورة اليمنية في مدينة عدن، واسمه محمد علي العلواني، وكان عمره 19 سنة فقط. ومقتله كان فاتحة لحوادث أخرى مماثلة، ولمقتل آلاف آخرين من المواطنين اليمنيين برصاص قوات الأمن. بعشرين شباط تظاهر الآلاف بجامعة صنعاء، وبدأوا اعتصام بساحة أطلق عليها اسم ساحة التغيير بمدينة صنعاء. وبقي نظام علي عبدالله صالح يراوغ ويرفض الاستجابة لمطالب المعتصمين والمحتجين لغاية تاريخ 18 آذار، لما تسبب هجوم مسلحين محسوبين على النظام على ساحة التغيير لمقتل 56 متظاهر وجرح 250.
هذا الهجوم كان مفصلي بالثورة اليمنية، على إثره استقال المئات من المسؤولين الحكوميين ومن قيادات الحزب الحاكم. وبعد أيام أيضا بدأت انقسامات داخل الجيش اليمني بين مؤيدين للثورة من جهة ومؤيدين لصالح من جهة أخرى. أصوات نشاط وغير مقبولة، فاتكم القطار، فاتكم القطار، فاتكم القطار. وبستة نيسان انفجرت أول مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية الموالية لصالح ومسلحي الشيخ صادق بن الأحمر المؤيد للثورة. بعد حوالي شهرين حدثت محرقة ساحة الحرية بمحافظة تعز، واللي راح ضحيتها العشرات خلال محاولة قوات الأمن فض الاعتصام بالقوة. أيام بعد ذلك صارت محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في تفجير بمسجد في دار الرئاسة، كان طبعا لا يزال بمنصب الرئاسة وقتها. نقل على أثرها صالح إلى العلاج في السعودية، وبشهر أيلول وبعد 4 شهور من الغياب بالسعودية للعلاج رجع صالح لليمن بشكل مفاجئ، فتجددت الاشتباكات بين القوات الموالية إلو من جهة والمؤيدة للثورة من جهة أخرى. طبعا تتالت الأحداث ودخلت البلاد بمتاهات بسبب تشابك الأوضاع، نتج عن مبادرة قدمتها دول الخليجية تولي عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة مقابل استقالة علي عبد الله صالح وعدم ملاحقته قضائيا. لكن العام 2013 كان بداية لتوتر مستمر لغاية اليوم بسبب توسع نفوذ الحوثيين وتحالفهم مع قوات صالح وتلقيهم دعم من إيران. مدينة بعد مدينة سقطت بإيد الحوثيين وسط موجات نزوح واسعة من السكان، حتى سقطت العاصمة صنعاء بإيدهم بشكل كامل بشهر تشرين الأول من عام 2014. وبعد استقالة الرئيس والحكومة أعلن الحوثيون ببدايات شباط من العام الماضي حل البرلمان وحل مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة ثورية عليا لإدارة اليمن يترأسها محمد علي الحوثي أحد أقرباء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. أنا حاضر ومتواجد، أنا حاضر ومتواجد، على قمة على قمة، وليد بكل شيء بصمة، ومن عزمة سبق همة سيبقى دائما رائد. اليوم اليمن عم بتعيش حالة حرب مستمرة من جهة الحوثيين وقوات صالح المدعومين من إيران، ومن جهة قوات الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية المدعومين من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية. عم تسمعوا تغطية خاصة بعنوان 5 سنوات على الثورات العربية على هوا راديو سوريالي. بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات باليمن انطلقت احتجاجات ومظاهرات بالبحرين، فبالتوازي مع تنحي مبارك في مصر انطلقت دعوات للتظاهر بتاريخ 14 شباط من عام 2011، سواء من ناشطين في حقوق الإنسان لأنه هذا اليوم تحديدا يصادف الذكرى العاشرة لإطلاق الميثاق والدستور البحريني، أو دعوات من ناشطين عبر موقعي الفيسبوك وتويتر لمظاهرات تطالب بالإصلاح في المملكة ومزيد من الحريات تحت شعار يوم الغضب. تمت الدعوة لاعتصام قرب دوار اللؤلؤة الشهير بالمنامة في محاولة لمحاكاة الثورة المصرية وتحويل دوار اللؤلؤة لرمز يشبه رمزية ميدان التحرير في القاهرة. طالب المتظاهرون بالبحرين بدستور جديد للبلاد والإفراج عن النشطاء السياسيين وعن رجال دين شيعة معتقلين من آب عام 2010. طالبوا أيضا بحل مجلس النواب المنتخب وبإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين، وطالبوا بضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات وحرية تشكيل الأحزاب وأطلاق حرية الرأي والتعبير ووقف التجنيس السياسي. بعد أيام فقط من المظاهرات اجتاحت قوات بحرينية وأخرى من درع الجزيرة التابع لمجلس التعاون الخليجي اعتصام دوار اللؤلؤة وفضته بالقوة، فسقط قتلى وجرحى، وانتقلت مظاهرات البحرينيين لعدد من القرى والبلدات الصغيرة في مناطق مختلفة من البلاد. هاي المظاهرات مستمرة بشكل أو بآخر، تتجدد كل فترة لأسباب مختلفة. By the way, this is not Arabia. إلى جانب البحرين واليمن كانت ليبيا عم تشهد دعوات للتظاهر، وإن كانت طبعا أقل انتشارا بسبب طبيعة النظام الليبي الأكثر قمعية وقسوة.
السادس عشر من شباط خرجت أول مظاهرة في مدينة بنغازي، وانتهت طبعا بالقمع الشديد. خلال أيام كانت المظاهرات عم تنتشر بعدد من مدن الشرق الليبي، وصل بعضها للعاصمة طرابلس بالغرب. سنة للزحف المقدس، أيوة، وأنا راه معمر قذافي قائد أممي، أنا دافع عني الملايين، أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر. بتاريخ 22 شباط انشق وزير الداخلية اللواء الركن عبد الفتاح يونس، ثم بدأت سلسلة عقوبات دولية ضد النظام الليبي، فيما كانت مدينة بنغازي عم تتحول لمقر لعمليات عسكرية ضد كتائب القذافي، ومن ثم تم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي بأول آذار برئاسة وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل. بعد حوالي أسبوعين ب 17 آذار صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وبدأت عمليات عسكرية من قوات فرنسية، بريطانية، أمريكية لتبدأ مواجهات عسكرية طويلة ودموية استمرت شهور طويلة ضمنتها عدد من الأحداث، منها مثلا انشقاق وزير الخارجية الليبي موسى كوسا واغتيال وزير الداخلية المنشق أساسا عبد الفتاح يونس في مدينة بنغازي بظروف غامضة، بالإضافة طبعا لمجازر حصلت بأكثر من مدينة. بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا، لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقة ساعة العمل، دقة ساعة الزحف، دقة ساعة الانتصار، لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة، ثورة. بشهر آب دخل الثوار العاصمة طرابلس وسيطروا عليها، بينما هرب القذافي لجهة مجهولة. تاريخ 20 تشرين الأول 2011 قتل معمر القذافي ونجده المعتصم في مدينة سرت بطريقة وحشية، ودخلت من بعدها ليبيا نفق طويل من انقسامات قبلية ومناطقية وفصائلية ما زالت مستمرة لليوم. مع ليبيا بننهي هي التغطية الخاصة بمناسبة مرور 5 سنوات على انطلاق الثورات العربية، على أن نغطي بتغطية قادمة ومنفصلة ذكرى 5 سنوات على انطلاق الثورة السورية. تبقى فقط الإشارة إلى أن عدد من البلدان العربية الأخرى شهدت احتجاجات وإن كانت مقصورة على بعض المدن وتم قمعها بشكل فوري، مثل الأردن، العراق، المغرب، سلطنة عمان وغيرها من الدول. انهض للثورة والثاري، انهض للثورة والثاري، انهض كهبوب الأعصار، انهض كهبوب الأعصار، وارجم أعداءك بالنار، وارجم أعداءك بالنار، واهتف بالصوت الهداري، واهتف بالصوت الهداري. الثورة، 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 نهج الأحرار، الثورة، نهج الأحرار. من غزة، من قدس العربي، من غزة، من قدس العربي، من أسر النقمة والتعب، من أسر النقمة والتعب، اخرج كالريح ولا تهبي، اخرج كالريح ولا تهبي، يا جيل النخوة والغضب، يا جيل النخوة والغضب، وتدفق، 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 وتدفق نهرا من لهب، وتدفق نهرا من لهب. انهض من قاعك وانتشري، انهض من قاعك وانتشري، في الماء الصخر وفي الشجر، في الماء الصخر وفي الشجر، في أرضك وادخل في المطر، في أرضك وادخل في المطر، وامضي كالسيف إلى الظفر، وامضي كالسيف إلى الظفر، وابدأ، 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 وابدأ ميلادك بالحجر، وابدأ ميلادك بالحجر. انهض للثورة والثار، انهض للثورة والثار، انهض كهبوب